نتابع مشاهدينا الكرام انطلاقاتنا، نتابع تحدياتنا على أرضية هذا الميدان، وها هي انطلاقة شوطنا التاسع. تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا التاسع والخاص هنا بانطلاقة اللقاية لبكاري هنا وهجني أصحاب سمو الشيوخ. نسير معكم بهذه الانطلاقة، نسير بتحديات مع تاسع أشواطنا، ونتابع الصدارة والمقدمة والشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، من تأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هملولة هنا من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي، والشاهينية من الجانب الآخر هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل، التدخل في هذه اللحظات، وصلت الظبي، وصلت الظبي من هجن الظبي بمتابعة محمد بن حمد بن رغش لوهيبي. وعلى المركز هنا الخامس تاتينا أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابعها هنا طارش بن مبارك بن في التضمير والشاهينية. هجن العاصفة مع غياث الهلالي المنطلقة بهذا الانطلاق والأداء الجميل هنا، تأتينا في هذه اللحظات على المركز السادس مع غياث الهلالي. سابعا هملولة هنا من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي، هذه هي الأسماء المنطلقة في هذا الشوط هنا وأحداثه. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، نعود إلى الظبي المنطلقة على الصدارة من هجن الظبي، من قلبت الموازين وانطلقت بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول. الظبي من هجن الظبي بقيادة المبتكر محمد بن حمد بن رغش لوهيبي، من قدم لنا الظبي أيضا باندفاعاتها وتحدياتها في شوطنا الخامس، يقدم لنا الظبي هنا في هذا الشوط بهذا الانطلاق والأداء. المركز الثاني هملولة من هجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن يمي اللوهيبي، أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم، يقدمها مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع هنا في المركز الثالث. بينما المركز الرابع تأتي الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الخامس والمنطلقة أفراح هنا أيضا، أو هنا الشاهينية المتسللة في هذه اللحظات، ولكن هملولة، هملولة من هجن الرئاسة بمتابعة علي بن يمي اللوهيبي. سادسا تأتينا الشاهينية، سابعا كذلك الشاهينية، هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي الأسماء المنطلقة، الأسماء الباحثة عن الفوز وعن ناموس بقيادة الظبي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، تندفع بصدارة هذا الشوط اندفاعا تلقائي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. الظبي من هجن الظبي تابعة لسمو الشيخ منصور بن طحنون بن محمد آل نيان بمتابعة المبتكر محمد بن حمد بن رغش لوهيبي، هي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول بانفرادة رائعة على رأس حربة هذا الشوط بهذا الانطلاق والأداء الجميل. المركز الثاني هملولة على المركز الثاني، هنا تأتينا من هجن الرئاسة مع علي بن يمي اللوهيبي الظافر، يتابعها أبو سعيد على المركز الثاني والمركز الثالث. وصلت الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، تأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع أفراح، هنا المنطلقة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، أمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبة في التضمير. وعلى المركز الخامس هملولة هجن الرئاسة مع علي بن ميل لوهيبي، هذه هي الأسماء مشاهدينا الكرام. هناك الشاهينية والشاهينية، هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، نعود إلى الظبي المندفعة بصدورة هذا الشوط وبالمركز الأول. هنا الظبي من هجن الظبي المسيطرة على زمام الأمور، يلا يا المبتكر محمد بن حمد بن رغش لوهيبي، من يقدم
نقدمها على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول كما عودنا. هذا شعار هنا أيضا بالتحديات وبالإثارة وبالأداء الجميل. الشاهينية قادمة من هجنة العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الثالث القادمة مشاهدينا الكرام هنا أفراح أفراح هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل هنا والتحديات. أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة طارش بن مبارك بالقوبع وهملولة من الجانب الآخر. هذا الانطلاق هنا نعود مشاهدينا الكرام والصدارة والصدارة مشاهدينا الكرام. الشاهينية الشاهينية من انطلقت بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق والأداء الجميل. إذا هنا الشاهينية تبغي النقطة هنا الثالثة هذا الانطلاق والأداء. لكن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله المركز الثاني المركز الثاني هملولة هجن الرئاسة مع علي بن ميل لو هيبي الله التحديات الأخيرة. ولكن هنا الصدارة الصدارة هنا مع أيضا الشاهينية الشاهينية هجن العاصفة هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. هملولة تحاول الله لحظات الأخيرة ولكن الشاهينية هي الأقرب للفوز الأقرب للناموس. تهانينا تهانينا لهجنة العاصفة مالكة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. شكرا شكرا غياث الهلالي على هذا الأداء وثالث نقاط هذه الأمسية ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت هملولة، المركز الثالث كذلك هملولة هجنة الرئاسة، المركز الرابع أتتنا أفراح على المركز الرابع. هنا منطلقة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. خامسا اتت الشاهينيه من هجن العاصفه وسادسا الظبي. هنا من وصلت من هجن الظبي. نعود مشاهدينا الكرام نتابع هنا التوقيت الزمني ولحظة وصول الشاهينية بسبع دقائق 44 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا هجن العاصفة تهانينا غياث الهلالي هملولة من حلت على المركز الثاني هنا بسبع دقائق 44 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة تهانينا لعلي بن ميل لوهيبي بينما ثالثي مراكزنا. وصلت مشاهدينا الكرام هملولة بسبع دقائق 47 ثانية جزء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة تهانينا ايضا للمضمر علي بن ميل لوهيبي.